وفي الأرض المقدسة أقيمت صلاة المدائح الثانية لوالدة الإله في كنيسة الأم البتول للروم الملكين الكاثوليك في بيت لحم. ترأس الصلاة الأيكونومس يعقوب أبو سعدة راعي الكنيسة بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وحشد من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرين الحدوة. ترأس الإيكونوموس يعقوب أبو سعدة كاهن كنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك في بيت لحم صلاة المدائح الثانية لوالدة الإله فائقة القداسة، حيث أقيمت الصلاة بمشاركة المعهد الإكليريكي ممثلة برئيس المعهد الأب برنارد بوجي والأب عامر جبران والشمامسة والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين، حيث تعالت أصوات المرنمين بالمدائح. وفي كلمة للإيكونوموس يعقوب، حيث شكر بدوره نورسات الأردن لتغطيتها الصلوات والاحتفالات من الأراضي المقدسة للعالم من خلال هذه المنصة العريقة، وخصوصا ونحن بأمس الحاجة للصلوات، كما تمنى للجميع العيش بزمن الصوم بحب وسلام. كما شكر المعهد الإكليريكي للمشاركة في هذه الصلاة ومدائح أمنا مريم العذراء والدة الإله بزمن الصوم الأربعيني. سعيد أن ألتقي اليوم بنورسات اللي من الأردن، طبعا في بلادنا كمان نحييها، و إن شاء الله ربنا بيقويها وبيقوي إيماننا المسيحي حتى تنقل دائما أخبار الكنائس المسيحية في هذه الأرض المقدسة كما تفعل أو يفعل آخرون فيها في الأردن. فهذه نعمة كبيرة إنه نجد أيضا أناس بيهتموا بهالنشرة أو بهالغذاء الروحي اللي بيبعتوها للنفوس الموجودة في الأرض الأردنية أو في القراها هنا هناك يسمعون كلمة الله، والله هو يبارك كل الذين يتقونه. والعذراء تحمينا، نحن كنيستنا على اسم العذراء مريم، فنطلب من العذراء مريم شفيعة كنيستنا وشفيعة فلسطين وشفيعة العالم أن تنعم علينا بالصحة والسعادة وشوية هدوء وشوية استقرار في هذا البلد الجريح. فالسلام عليك يا كنز النقاوة، يا من بها نهضنا من سقطتنا. السلام عليك أيتها السيدة يا سوسنا فواحا يعطر المؤمنين، يا بخورا ذكيا وطيبا جزيل الثمن. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك بيت لحم.